الرئيس السيسي يؤكد اهتمام مصر بجذب استثمارات شركات الإيطالية الكبرى في قطاع التعدين والصناعة التحويلية. الجلسة الرابعة للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني تناقش إصلاح إدارة المالية العامة. موسكو تهدد بضرب مراكز صنع القرار في أوكرانيا حال استهدافها أراض روسية بصواريخ هاي مارس وستورم شادو. بانوراما الرابعة عصرا من النيل للأخبار، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدير مصر علاقتها التاريخية الراسخة مع إيطاليا والحرص على تطويرها في مختلف مجالات التعاون الثنائي، مشيرا في هذا الصدد إلى اهتمام مصر بجذب استثمارات الشركات الإيطالية الكبرى في قطاع التعدين والصناعة التحويلية بهدف زيادة القيمة الصناعية المضافة وتوطين الصناعة وثقل المعرفة والتكنولوجيا وبناء القدرات المصرية في هذه الصناعات الأكثر تطورا على النحو الذي يتيح آفاقا واسعة أمام الاقتصاد الوطني لتوفير المزيد من فرص العمل المتميزة وزيادة الإنتاج والصادرات إلى مختلف دول العالم. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم عددا من رؤساء شركات التعدين الإيطالية، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وخلال اللقاء أعرب مسؤول الشركات الإيطالية عن تطلعهم لتكثيف العمل نحو تعميق مسيرة التعاون مع مصر. أكد مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني طلعت خليل أن الموازنة العامة للدولة تعبر عن السياسات العامة، لافتا إلى أن هذه اللجنة تهم كل مصري والمستهدف منها الوصول إلى حلول واقعية. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني اليوم لمناقشة إصلاح إدارة المالية العامة وشمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات. ولفت مقرر اللجنة إلى أن لجنة الدين العام لها نواح سياسية قبل أن يكون لها نواح مالية، مشيرا إلى أن جلسة اليوم تدور حول كيفية وضع حلول لمشكلات الموازنة بجانب تعظيم الإيرادات للعزوف عن الاقتراض. من جانبه قال مقرر المحور الاقتصادي أحمد جلال إن جلسات المحور تهدف إلى الخروج ببدائل للسياسات الاقتصادية الحالية تكون واقعية ومحددة وقابلة للقياس، مؤكدا أن الوصول لهذه المخرجات سيمثل الإنجاز الحقيقي للحوار الوطني. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص المندرجتين تحت المحور الاقتصادي بالحوار الوطني لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن الجلسة هي لإعادة النظر في السياسات الانتقائية الحالية وطرح بدائل واقعية تحقق النتائج المرجوة. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا على الهواء مباشرة من قاعة المؤتمرات مراسلة النيل نشوى صالح. نشوى، بعد التحية، أبرز ما يتم مناقشته اليوم في المحور الاقتصادي بجلسات الحوار الوطني كما تتابعين.
نشوى صالح مراسلة النيل، نعتذر على المقاطعة وشكرا جزيلا لك. بالطبع سنتواصل في الخدمات الإخبارية اللاحقة، ونعتذر للمقاطعة الآن بسبب عطل فني ومشكلة في الصوت، ونستكمل معكم أخبار بانوراما الرابعة. أكد المستشار بوليس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا أن الرقابة الدستورية تمثل جزءا ملهما للتنمية التي تتطلع إليها الشعوب، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية هي حصن الدستوري الأعظم. جاء ذلك خلال احتفالية المحكمة الدستورية العليا بإصدار كتاب ملامح القضاء الدستوري المصري، والذي يستعرض إنجازات القضاء الدستوري وإنجازاته على مدار أكثر من 50 عام. إن الرقابة الدستورية تمثل جزءا ملهما لازما للتنمية التي تتطلع إليها الشعوب، وبها يواجه القاضي الدستوري كافة الإشكاليات والتحديات وثيقة الصلة بمجتمعه. ولقد نهضت المحكمة الدستورية العليا بدور عظيم في إعادة تعاطي المشرع لمختلف مناحي الحياة في المجتمع المصري، حين أكدت بأحكامها وقراراتها على صون الدستور واحترام أحكامه. وبهذه المثابة منح الدستور أحكام المحكمة الدستورية العليا الحجية المطلقة لكونها حصن الدستور الأعظم والمعبرة عن معانيه ومراميه، بمراعاة أن القضاء الدستوري يباشر رقابته التي لا تقتصر على ما نصت عليه التشريعات، وإنما تمتد إلى سد الفراغ التشريعي الذي يخل بإنفاذ قواعد دستورية فيما يعبر عنه برقابة الإغفال التشريعي. وأهدى المستشار بوليس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا النسخة الرسمية الأولى من كتاب ملامح القضاء الدستوري المصري إلى الرئيس السيسي. تشرف المحكمة الدستورية العليا بإهداء النسخة الرسمية الأولى من كتابها المحتفى به إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. كما أعلن المستشار بوليس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا اعتبار يوم 6 مارس، وهو اليوم الموافق للانعقاد الأول لجلسات المحكمة الدستورية العليا، يوما للوفاء لكل قاض عمل فيها أو شرف بالانتساب إليها. وبهذه المناسبة تعلن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا اعتبار يوم 6 مارس الموافق للانعقاد الأول لجلسات المحكمة العليا يوما للوفاء لكل قاض شرف بالعمل فيها وانتسب إليها. وفي الختام لا يسعني إلا أن أسجي كل عبارات الشكر والثناء للسادة الزملاء الأجلاء أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا جزاءً وفاقاً لما قدموه من جهد مشترك وعمل مؤسسي أنتج هذا المؤلف القضائي رفيع المستوى المحتفى به. فنعماً أيها الزملاء، كنتم دوماً وما زلتم أبداً سدنة الشرعية الدستورية وحراس العدالة المجتمعية في جميع صورها. أكد نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار الدكتور محمد عماد النجار أن كتاب ملامح القضاء الدستوري المصري يتضمن خلاصة أحكام الدستورية العليا خلال مسيرتها القضائية في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح. هذا الكتاب الذي يتضمن خلاصة أحكامها وعصارة مبادئها الدستورية خلال مسيرتها القضائية في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح. ولقد كان هذا العمل الكبير هو نتاج بحث دؤوب قامت به الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا واللجنة المنبثقة منها خلال 2 كاملتين، انتخبت فيها عدد 50 حكما من عصارة أحكامها لتقدمها باللغة الإنجليزية. وهذه الأحكام قد صدرت متتابعة خلال 50 سنة من سنوات عملها، وهكذا
كان انتخاب 50 حكم منها يقتضي من اللجنة القائمة على هذه المهمة الشاقة الاطلاع على سائر هذه الأحكام للوقوف على الأحكام الأولى بالاختيار، سواء لكون موضوعها له من الأهمية الموضوعية ما يبرر إيراده، أو لكون المحكمة قد استحدثت فيها مبدأً جديداً يستحق التأكيد عليه. وخلال الاحتفالية أكد الأستاذ الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة أن حرص الجامعة على ترجمة الأحكام ونشرها للغة الإنجليزية نابع من التقدير بالدور الريادي للمحكمة منذ تأسيسها. وقد كان حرص الجامعة الأمريكية بالقاهرة على ترجمة تلك الأحكام ونشرها لقراء اللغة الإنجليزية نابع من تقديرنا للدور الريادي الذي قامت به المحكمة الدستورية العليا منذ تأسيسها وطوال 5 عقود الماضية في التصدي لشتى أنواع القضايا الحقوقية العالية الأهمية. يشهد التاريخ بأن المحكمة الدستورية العليا كانت هي القاطرة التي مهدت الطريق نحو تحول البلاد إلى الاقتصاد الحر، وذلك منذ بداية 90s القرن الماضي وحتى أحدث أحكامها في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي وحماية المستثمرين وصيانة حق الملكية الخاصة ودعم تعاون الدولة مع القطاع الخاص لتساعد بذلك في تحديث بنية الاقتصاد الوطني القانونية والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام. كرم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة الدستورية الأسبق عددا من السادة المستشارين رؤساء المحكمة الدستورية العليا، كما تم تكريم عدد من رؤساء هيئة المفوضين السابقين وبعض الشخصيات العامة، كذلك عقب احتفالية المحكمة الدستورية العليا بإصدار كتاب ملامح القضاء الدستوري المصري. أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 من يونيو 2023 وحتى يوم الاثنين الموافق 3 من يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 من يونيو. وللمزيد من المتابعة حول احتفالية اليوم للقضاء الدستوري في مصر ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع. أستاذ أكرم بعد التحية، كيف تتوقف عند أهمية إصدار كتاب ملامح القضاء الدستوري المصري خاصة وأنه يستعرض إنجازات القضاء الدستوري على مدار أكثر من 50 عاما من خلال مجموعة مختارة من أحكام ومبادئ المحكمة الدستورية العليا؟ هو طبعا الاحتفاليه مهمه لانها بتجمع اهم 50 حكم في تاريخ المحكمه 50 سنه وبتضع يعني بتحدد اهم المبادئ الدستوريه باعتبار المحكمه امينه على الدستور وانها ارست كثير من المبادئ المهمه فيما يتعلق بالعلاقات المختلفه في القوانين وحريات الراي وكثير من التفاصيل والمصالح، تحمي مصالح وتؤكد الدستور على اعتبار انه المبادئ الدستوريه اللي ارسلتها المحكمه بتمثل ضمانه لحمايه حقوق المواطن وحرياته سواء كانت حقوق سياسيه او اجتماعيه واقتصاديه، حقوق الدوله، وده طبعا بالتاكيد بيمثل مبادئ بيرجع ليها القضاء بعد ذلك وبتبقى مبادئ راسخه وتحدد الكثير من العلاقات المختلفة بالدستور والقانون والمصالح المواطنين. نعم أستاذ أكرم، أيضا كانت هناك يعني لفتة طيبة في هذه الاحتفالية بتكريم عدد من القضاة وعلامات المحكمة الدستورية العليا، كيف توقفت عند هذا الأمر ودلالات هذا التكريم؟
طبعا يعني تكريم المحكمة ورؤساء المحاكم وجمعيات المحاكم أثبت الكثير من المبادئ وقامت بدور مهم في تاريخ مصر. من المهم أنه يتم تكريم هذا القيادات وتعريف الناس بيه باعتبار الجهد اللي قدموه على مدى 50 سنة في حماية المبادئ الدستورية وإرساء مبادئ مهمة جدا في هذا الأمر يعني. وأعتقد أنه يعني أعتقد أنه كمان إعلان 6 مارس يوما للوفاء لكل قاضي عمل بالمحكمة الدستورية برضو يأتي في نفس السياق بهذه الطريقة يعني. فتكريم الرؤساء والمفوضين السابقين على إسهاماتهم ده تكريم للمحكمة نفسها وتأكيد للمبادئ اللي أرسيتها المحكمة الدستورية على مدى سنوات. نعم أستاذ أكرم، أيضا المتحدثون والمشاركون في هذه الاحتفالية أكدوا كثيرا على الدور يعني الهام الذي تتمتع به المحكمة الدستورية العليا المصرية ما بين يعني نظيرتها في العالم العربي وربما في العالم أيضا، يعني كيف تثمن دور المحكمة الدستورية العليا على مدار التاريخ في إرساء يعني قواعد قانونية مؤثرة جدا وهامة طبعا في التاريخ المعاصر؟ المتحدثين وأظن رئيس الجامعة الأمريكية قال ده أن المحكمة الدستورية تعتبر أهم يعني محكمة دستورية في المنطقة العربية وفي الإقليم وأحد المحاكم المهمة جدا في العالم، وأنه قامت بدور مهم جدا في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وربط وتأكيد المبادئ الدستورية المختلفة التي تستمر في المحاكم وتؤكد ده. فالمحكمة قامت بدور مهم، وخمسين سنة رقم كبير جدا، أكثر من يعني عدة آلاف من الأحكام اللي تم اختيار الخمسين الأهم منها. نعم أستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية. يأتي مشروع القانون في إطار اهتمام الدولة بمنظومة الملكية الفكرية باعتبارها إحدى الركائز الاقتصادية والثقافية المهمة التي تدفع عجلة التنمية بمفهومها الشامل. تعد مشروعات الإسكان البديل التي تنفذها الدولة إحدى ثمار ثورة 30 يونيو كأحد الحلول للقضاء على العشوائيات. من بين هذه المشروعات روضة العبور في محافظة القليوبية والذي يشمل وحدات سكنية وخدمية وتجارية. ملف القضاء على العشوائيات واحد من أهم القضايا التي أولتها الحكومة اهتماما كبيرا بعد أن أرقت الدولة لسنوات مضت، حيث بدأ الانتشار في إنشاء التجمعات السكانية الآدمية في جميع المحافظات لتكون إحدى ثمار ثورة 30 يونيو. وهنا في مدينة العبور تم إنشاء روضة العبور التي تعتبر الملاذ الآمن لسكان العشوائيات، والتي تتنوع ما بين وحدة سكنية وتجارية وإدارية وخدمات لأهالي المنطقة. مشروع روضة العبور ده بتكون من مساحة 235 فدان. ده الغرض من المشروع دوت توفير سكن ملائم للمناطق غير آمنة. احنا هنا في المشروع بيتكون من 134 عمارة سكنية بتقسم على 4171 وحدة سكنية، مساحة الشقق تتراوح من 90 ل110 متر. طبعا دي تشطيب نهائي، يعني الساكن بياخدها او المتخصص له الوحدة بيجي ياخد الشقة متشطبة تشطيب نهائي حتى بالفرش والاساس بالتنسيق مع وزارة التضامن. 4171 وحدة، مساحات الشقق من 90 ل110، في منهم كمان 450 وحدة تجاري في دكاكين تحت المحلات تحت العماير، وفي 271 وحدة إداري. المشروع طبعا عشان لازم يكون مشروع متكامل زي دوت لازم يكون في منطقة خدمات. احنا الحمد لله تم انتهاء نهائيا من منطقة من الخدمات بتاعت المشروع، تم انتهاء من مدرسة تعليم أساسي 66 فصل، ودي تم فعلا تسليمها لهيئة الأمنية التعليمية، في مدرسة 33 فصل تبع وزارة التضامن، دي تبارك الحمد لله سلمناها وزارة التضامن، في هنا حضانة تم انتهاء منها، في مركز طبي، في مخبزين تم انتهاء منهم وتسليمهم لوزارة التضامن. دي بالنسبة لمنطقة الخدمات للمشروع، لأن ده مشروع متكامل لازم يكون الساكن اللي يخش فيه يبقى المنطقة منطقة متكاملة من حيث الخدمات. طبعا برك عشان نتكلم برك العماير هنا دي كلها فيها الشقق كلها فيها اسانسيرات فيها انتركم، يعني ساكن هيخش هيجي على الفعل المفتاح على طول يجي يتفرش الشقة تبقى جاهزة للاستلام على طول. يقوم الإسكان البديل على مرحلتين، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية بمساحتها المختلفة والتي تسلم للمستحقين كاملة التشطيب. المشروع معمول لبديل العشوائيات
الناس اللي كانت ليها ساكنة في عشش والحاجات دي مخصصة صندوق التنمية الحضرية، هو اللي مخصص هيخصص ايه الوحدات دي للناس اللي تيجي تسكن هنا. البنية التحتية بتاعته طبعا مرافق وطرق وغاز وكهرباء كله ده خلص، واحنا واقفين اهو وعمال تنسيق الموقع خلصت كلها، ما فيش اي حاجة، ما فيش غير ال 64 عمارة اللي جاري التنفيذ فيهم بنسب متفاوتة، وان شاء الله يخلصوا على اخر السنة دي. لم يتوقف الأمر في روضة العبور على إنشاء الأحياء السكنية، بل نجحت الدولة في تدشين أول مشروع لإعادة تدوير القمامة إلى غاز الميثان لتوليد الطاقة وإنارة الحي بعيدا عن مصادر الطاقة الملوثة للبيئة. دوت المقلب كان المقلب العمومي لمدينة السلام هنا، احنا عملنا له غلق آمن. الغلق الآمن منه اللي احنا استفدنا منه أولا على المساحة، كان المساحة 70 فدان. الحمد لله ده من المشاريع الرائده اللي موجوده فينا في جمهوريه مصر العربيه، المشروع زي دوت تتنفذ هنا في مدينه العبور. احنا منفذينه كجهاز مدينه العبور، احنا منفذينه مع المساحه 70 فدان بتكلفه تقريبا 100 مليون جنيه. غرض المشروع دوت احنا كان مقلب قمامه على المساحه 70 فدان، تخيل بقى ان كان مقلب قمامه على المساحه 70 فدان، عملنا له غلق امن، واستفدنا منه كمان ان احنا نولد منه كهرباء عن طريق ان احنا نستخرج غاز الميثان على عمق 50 متر و70 متر تحت الارض بندق مواسير. بعد ما غلقنا بالرمله وبالغلق الزباله دقينا مواسير على عمق 50 و70 متر بحيث نستخرج منه غاز الميثان. غاز الميثان بدوره بندخله على محطه الكهرباء عشان نولد منه غاز الكهرباء. يعني لو اولا الحمد لله استفدنا لا استغلنا لا سولر ولا غاز بتوليد الكهرباء، بالعكس حاجه كانت ميته غاز الميثان استفدناه من القمامه ان احنا نولد انها طاقه كهربائيه. وان شاء الله باذن الله ده المشاريع الرائده في الجمهوريه مصر العربيه كلها مشروع رائد، وان شاء الله نتمنى انه يتجدد على مستوى الجمهوريه كلها. تعمل الدوله منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤوليه البلاد على توفير حياه مناسبه للفئات الاولى بالرعايه، ايمانا منها ان المواطن المصري له الحق في ان يحيا حياه امنه بعيده عن المخاطر. التوسع في إنشاء المجتمعات السكانية في جميع محافظات الجمهورية هي إحدى ثمار ثورة 30 من يونيو، والتي جاءت لتوفر حياة ملائمة ومناسبة للمصريين. من روضة العبور، محمد الخطيب، النيل. أكدت مصر مجددا أهمية تضافر الجهود الدولية لإيجاد حلول مستدامة لقضايا اللجوء من خلال منظور شامل يراعي التكامل بين البعدين الإنساني والتنموي. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الذي أشارت فيه إلى أن العالم يحتفي اليوم باللاجئين الذين اضطروا إلى ترك أوطانهم والفرار منها بحثا عن حياة كريمة وآمنة في دول أخرى. أضاف البيان أن مصر تواصل فتح أبوابها لتوفير ملاذ آمن لأولئك الذين اضطرتهم الظروف لمغادرة بلادهم، وتتعامل معهم من منظور إنساني يكفل لهم العيش بكرامة على أراضيها. وشددت مصر على ضرورة تعبئة الموارد اللازمة من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين ودعم الدول المضيفة لهم. وأشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بالحكومة المصرية والشعب المصري لما قدموه ويقدمونه للاجئين، مشيرا إلى أنه مثال يحتدى به لحسن الضيافة والكرم والروح الإنسانية العالية لتوفير الملاذ الآمن لآلاف اللاجئين ولغيرهم من الأشخاص المجبرين على الفرار. وأكد غراندي أن الحكومة المصرية والمجتمع المدني لا تستطيع تحمل أعباء اللاجئين بمفردهم، ويجب أن تكون هناك استجابة دولية قوية لمعاناة اللاجئين، ويجب أن تتوفر الموارد لمصر والهلال الأحمر المصري ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، خاصة مفوضية اللاجئين التي تقود هذه الجهود الإنسانية بشكل مستمر. ويحيي العالم في 20 يونيو كل عام يوم اللاجئين تحت شعار الأمل بعيدا عن الديار من أجل عالم أكثر شمولا للاجئين. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن حوالي 184 مليون شخص، أي ما يقرب من 2.5% من سكان العالم، يعيشون خارج بلدانهم، 37% منهم لاجئون. لجوء جراء الحروب والمجاعات وتغير المناخ، يحيي العالم يوم اللاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام تحت شعار الأمل بعيدا عن الديار من أجل عالم أكثر شمولا للاجئين، للتذكير بالمعاناة والمشكلات التي واجهتهم عندما تركوا أوطانهم. فمن أزمة أوكرانيا التي تسببت في أكبر نزوح قسري منذ الحرب العالمية الثانية إلى الصراع في السودان والأزمة السورية، مرورا بالفيضانات والزلازل والمجاعات،
ترتفع أرقام اللاجئين لتتجاوز 100 مليون لاجئ حول العالم، وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن حوالي 184 مليون شخص، أي ما يقرب من 2.5% من سكان العالم، يعيشون خارج بلدهم الأصلي، 37% منهم لاجئون. وبمناسبة اليوم العالمي للاجئين، قالت الأمم المتحدة إن عدد الأشخاص المجبرين على الفرار من ديارهم كل عام قد ارتفع على مدار العقد الماضي ليبلغ أعلى مستوى له منذ بدء العمل بالسجلات، وهو منحى لا يمكن عكس اتجاهه إلا من خلال إعطاء دفعة جديدة ومنسقة نحو صنع السلام أو تفعيل مبادئ الإنسانية المشتركة بين الدول. ويعتبر اليوم العالمي للاجئين مناسبة لحشد التعاطف والتفهم لمحنتهم والاعتراف بعزيمتهم من أجل إعادة بناء حياتهم، وحشد الدعم للمحافظة على حقهم في التماس الأمان وإدماجهم اقتصاديا واجتماعيا وتعزيز الحلول لمعالجة محنتهم. قال رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي إن عدد الأشخاص الذين فروا من القتال في السودان تجاوز 500,000، بينما نزح 2 مليون شخص داخليا. وكان جراندي قد تحدث في يوم اللاجئ العالمي غدا تعهد مانحين في مؤتمر للأمم المتحدة بتقديم حوالي 1.5 مليار دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في السودان والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين فارين من القتال. اتهمت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع بخرق الهدنة السارية في السودان ومهاجمة عناصرها في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور. وكان مانحون دوليون تعهدوا بتقديم نحو 1.5 مليار دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في السودان والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين فارين من القتال. لم يلبث الهدوء الحذر في السودان كثيرا بعد أن اتهمت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع بخرق الهدنة السارية في البلاد ومهاجمة عناصرها منطقة الطويلة بولاية شمال دارفور لليوم الثالث على التوالي. مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية اتهم في بيان قوات الدعم السريع بمهاجمة المواطنين المدنيين، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع هاجمت المواطنين وعددا من قوات الجيش التي تصدت لهم وتمكنت من دحرهم وتكبيدهم خسائر كبيرة. كما اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق مواطني المنطقة على مدى اليومين، تضمنت قتل 15 وجرح عشرات من السودانيين المدنيين العزل، بجانب حرق السوق ونهب عدد كبير من المتاجر وتشريد مئات من مواطني المنطقة وغيرها من الفظائع التي لم تتورع قوات الدعم السريع عن ارتكابها منذ بداية الأزمة. من جانبه قال حاكم إقليم دارفور إن ما يجري في الجنينة وكتم جرائم مكتملة تقود المجتمع للانزلاق في حرب أهلية، ودعا مجلس الأمن إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق لما تم من اغتيالات وجرائم وقعت في دارفور. كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر من أن السودان يغرق في الموت والدمار بسرعة غير مسبوقة، وذلك في مؤتمر استضافته جنيف تعهد فيه المانحون تقديم 1.5 مليار دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في السودان والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين فارين من القتال. وهذا المبلغ لا يمثل سوى نصف الإجمالي الذي تقدر الوكالات الإنسانية أنها بحاجة إليه في بلد يعتمد فيه 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، على المساعدات الإنسانية. استشهد
استشهد اليوم فلسطيني تأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها أمس. ما استشهد شاب فلسطيني آخر برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت مساء الاثنين في قرية عصان غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية. تزامنا حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل على الوقف الفوري والكامل وإلغاء ما وصفه بالقرارات المقلقة بشأن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. دعا ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح اليوم مجلس الأمة الجديد لمنح الحكومة التي يقودها الشيخ أحمد نواف الصباح مهلة كافية لتحقيق إنجازات. جاء ذلك خلال كلمة ولي العهد في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي 17 لمجلس الأمة الكويتي. قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تخطط لشن ضربات على الأراضي الروسية بما في ذلك شبه جزيرة القرم بصواريخ هاي مارس وصواريخ ستورم شادو. وشدد شويغو على أن استخدام هذه الأسلحة خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة من شأنه أن يؤدي إلى ضربات فورية من جانب روسيا على مراكز صنع القرار في أوكرانيا، وسيعني ضمنا المشاركة الكاملة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الصراع. قالت سلطات منطقة خرسون الموالية لروسيا أن القوات الأوكرانية قصفت بلدة نوفا كاخوفكا التي تسيطر عليها روسيا بطائرات مسيرة، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين. كانت المدينة قد شهدت في 6 يونيو تدمير سد كاخوفكا الكهرومائي والذي أدى انهياره إلى تدفق المياه بأنحاء الجنوب الأوكراني والأجزاء الخاضعة للسيطرة الروسية بمنطقة خرسون، حيث دمرت منازل وأراض زراعية وقطعت الإمدادات عن السكان. بانوراما النيل ما زالت مستمرة معكم وفيها بعد أخبار الاقتصاد. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يدافع عن طريقة تعامله مع الوثائق السرية. الآن نتحول إلى أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد في هذه البانوراما مع هاني فرج، تفضل هاني. شكرا لك زميلتي آلاء حامد، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام وفي هذه الجولة الاقتصادية والتي نبدأها. رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين مصر والجزائر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أهلا بكم من جديد. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الجزائر في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد. نصت مذكرة التفاهم على عدد من مجالات التعاون والتي تشمل تبادل الخبرات فيما يخص إعادة هيكلة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإصلاحه، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني. تضمنت المجالات أيضا التي تعمل عليها مذكرة التفاهم والتعاون في مجال البريد عبر تعزيز التعاون بين مشغلي البريد في البلدين من أجل تحسين جودة وفعالية خدمات البريد. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعداد الدولة لاتخاذ أي قرارات تسهم في دفع الحركة السياحية بمدينتي طابة ونويبع، مضيفا أنه سيقوم بصحبة الوزراء المعنيين والمحافظين بزيارة ميدانية قريبا للمدينتين للتعرف على أرض الواقع على المشكلات التي تواجههما ومتابعة موقف الفنادق المتعثرة، وذلك بهدف إعادة إحياء هذه الثروة العقارية السياحية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه مدبولي لمتابعة جهود دفع الحركة السياحية في كل من طابة ونويبع، مشددا على أهمية العمل على تشغيل الفنادق المعطلة في هذه المنطقة. أبدت شركات هندية كبرى رغبتها في ضخ استثمارات داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها وجهة استثمارية عالمية توفر بيئة عمل جاذبة لمستثمريها وتضمن لهم النفاذ في مختلف الأسواق العالمية اعتمادا على موقعها الجغرافي في قلب العالم. جاء ذلك خلال جولة ترويجية بالهند يقوم بها وفد من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة وليد جمال الدين، حيث تم عقد لقاءات مع عدد من الشركات الهندية الكبرى. محليا قال وزير الإسكان عاصم الجزار إن مدينة العالمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع التي تنفذها الوزارة في منطقة تعد الأفضل على ساحل البحر المتوسط، مشيرا إلى أنها ستكون مقصدا سياحيا عالميا ومحليا ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة. جاء ذلك خلال اجتماع للوزير بمنطقة الأبراج الشاطئية في مدينة العالمين الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة التي تم ويجرى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة. وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقدين مع وزارة البترول بقيمة 200 مليون جنيه للتوسع في أعداد المستفيدين من المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والاستمرار في تمويل المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والبيئي. ودعا الرئيس التنفيذي للجهاز باسل رحمي أصحاب السيارات الملاكي والأجرة والميكروباص للاستفادة من آليات التمويل المرنة التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا مع وفد من شركة أرسلور ميتال الجبيل السعودية، والتي تعد من الشركات الرائدة إقليميا في مجال تصنيع خطوط أنابيب البترول والغاز، سبل دعم التعاون بين الجانبين خاصة في مجال توريد المهمات في ظل رغبة قوية من جانب الشركة للتوسع في أعمالها بمصر. وأكد الملا أن المناخ الاستثماري الجاذب الذي تتمتع به مصر حاليا يحفز مختلف الشركات العالمية على التوسع في عملياتها بمصر. من جانب استعرض الوفد خلال اللقاء برنامجا طموحا لزيادة القيمة المضافة من عمليات الشركة في مصر من خلال تحقيق أقصى استفادة من القرب الجغرافي بين الدولتين مصر والسعودية. تسلم مصر غدا الأربعاء رئاسة الجمعية العمومية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أفريكس بنك إلى دولة غانا الشقيقة. وخلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك أكد وزير المالية محمد معيط الدعم المصري القوي والمستمر لكل المبادرات المحفزة للقطاعات التصنيعية والإنتاجية الإفريقية التي ترتكز على توطين التكنولوجيا الحديثة. هذا ووجه الوزير دعوته للأشقاء الأفارقة للمشاركة في إطلاق تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة بمصر سبتمبر المقبل، بما يحفز التعافي الأخضر ويسهم في التصدي للتحديات البيئية وتشجيع التدفق الخاص بالاستثمارات التنموية النظيفة. تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية. قابلها عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمحلية. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1,178 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 4.7 مليار جنيه. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 34% فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 2.5%.
نهاية الأخبار الاقتصادية، وعودة مرة أخرى للمسار السياسي مع زميلتي آلاء حامد. إليك آلاء. شكرا هاني، وأهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. دافع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي يواجه عشرات التهم المتعلقة بإساءة التعامل مع وثائق حكومية سرية، وتتهم وزارة العدل ترامب الذي يخوض السباق إلى البيت الأبيض العام المقبل بانتهاك قانون التجسس وقوانين أخرى عندما حمل معه الوثائق لدى مغادرته منصبه ولم يسلمها للأرشيف الوطني. رغم مواجهته عشرات التهم المتعلقة بإساءة التعامل مع وثائق حكومية سرية، لا يزال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يدافع عن نفسه قائلا إن انشغاله الشديد منعه من فرز هذه الوثائق التي اختلطت بمتعلقاته الشخصية. ومثل ترامب الثلاثاء الماضي أمام قاض في ميامي لتلاوة 37 تهمة عليه بعد عثور مكتب التحقيقات الفيدرالي على صناديق تحوي وثائق سرية في مقر إقامته في فلوريدا في أغسطس الماضي. وبعد اتهامه وجه ترامب انتقادات شديدة للمستشار الخاص جاك سميث، كما انتقد الادعاء الفيدرالي واتهمه بوجود دوافع سياسية وراء الاتهامات، كما ألقى بالإهانات على المدعي العام في منهاتن في قضية منفصلة اتهم فيها بتزوير السجلات التجارية. وتتهم وزارة العدل الأمريكية ترامب الذي يخوض السباق إلى البيت الأبيض العام المقبل بانتهاك قانون التجسس وقوانين أخرى عندما حمل معه الوثائق لدى مغادرته منصبه ولم يسلمها للأرشيف الوطني. ووصفت وزارة العدل في لائحة الاتهام أدلة بينها تسجيل صوتي لترامب في يوليو 2021 خلال اجتماع مع مؤلف وناشر واثنين من موظفيه أبرز خلاله الرئيس السابق ما أسماه وثيقة سرية للغاية. وترامب الذي ادعى أنه يتم استخدام وزارة العدل سلاحا ضده، متهم بتعريض الأمن القومي للخطر من خلال الاحتفاظ بشكل غير قانوني بخطط عسكرية سرية للغاية ومعلومات عن الأسلحة النووية في منزله في مارالاغو في فلوريدا. والقضية هي واحدة من قضايا قانونية عدة تشكل تحديا لترامب وتلقي بظلالها على ترشحه لولاية رئاسية أخرى عام 2024. بانوراما الرابعة مستمرة معكم فيها بعد أخبار الرياضة. النفايات البلاستيكية تنتشر في كل مكان حتى على قمم جبال الهيمالايا. مشاهدينا مرة أخرى، تنتشر النفايات البلاستيكية من علب وخيم وأنابيب في كل مكان من العالم حتى على أعلى القمم، فقد عثر مستكشف فرنسي وفريقه على 1.6 طن من النفايات البلاستيكية في جبال الهيمالايا. ويقول لوك بوانار خلال وجوده في نيبال عائدا من محاولته الأولى لتسلق جبل ماكالاو الذي يبلغ ارتفاعه نحو 8500 متر إن ما عثروا عليه هو مكب نفايات فعلية. ويتمثل هدف بوانار وهو مدير لإحدى الشركات ومتسلق جبال منذ فترة طويلة في تنظيف قمم الجبال العالية، وأسس جمعية هيمالايان كلين أب لتحقيق هدفه. هنا مشاهدينا لم يتبقى في هذه الساعة الإخبارية الشاملة سوى التذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يؤكد اهتمام مصر بجذب استثمارات الشركات الإيطالية الكبرى في قطاع التعدين والصناعة التحويلية. الجلسة الرابعة للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني تناقش إصلاح إدارة المالية العامة. وموسكو تهدد بضرب مراكز صنع القرار في أوكرانيا حال استهدافها أراض روسية بصواريخ هايمارس وستورم شادو. انتهت بانوراما الرابعة، شكرا لكم. مزيد من التفاصيل عبر موقعنا الإلكتروني nile.eg. على رأس الساعة موجز لأهم الأنباء، ابقوا معنا.